حصب رجليك يا حسين، فإن لك منزلة عند الله لن تنالها إلا بالشهادة، إلا بحجر يخرج من كف أبو الحتوم يصيب جبينك ويدمي شيبتك. إن لك منزلة عند الله لن تنالها إلا بسهم حرملة يشق هواء كربلاء فيصيب قلبك يا حسين. إن لك منزلة عند الله لن تنالها إلا بطعنة سنان تشق خاصرتك يا حسين. ها قد سقط ولي الله واستقبلت خده حرارة الرماد، وحسينا دنا عدو الله شهر خنجرة وصل وسل صارمة وارتقى مرتقا عظيما. وحسينا ها هو الحسين يعالج 12 ضربة. يا بقية الله لبيك 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 يا حسين، 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 لبيك يا حسين. النبي ما جرى بكربلاء يا طير خبر النبي ما جرى بكربلاء، يا طير خبر النبي عما جرى في كربلاء، خبر النبي عما جرى في كربلاء، يا طير خبر النبي عما جرى في كربلاء. مر بحبيبك بالثرى قل له ولا حد غسله، يا طير خبر النبي عما جرى في كربلاء، خبر النبي عما جرى في كربلاء، يا طير خبر النبي عما جرى في كربلاء، خبر النبي عما جرى في كربلاء. والله يا جد بالسغم مسكتني لحربلاء، والله يا جد بالسلام مسكت ما حد فتحك نصرته، مفروض ينادي وحده جيوش الاعادي حاطته، جيوش الاعادي حاطته، جيوش الاعادي حاطته. كان الحجر في جبهته، وكان الحجر في جبهته، وكان الحجر في جبهته، وسال الدماء بوجلته، سال الدماء بوجلته، ويا ثغرة ما حضرنا، ويا ثغرة ما حضرنا، صاب الثغر في موجته، صاب الثغر في موجته. قطع راس حسين ويلي والعرش حج محنينا، الله الله حسين وينه بالسيوف.
مقطع له وجهت للحسين تنتخي صب المدينة الله الله سوينا بالسيوف مقطع له في طفوف الغاضرية حسين أخويا ذبحينا الله الله سوينا بالسيوف مقطع له في طفوف الغاضرية حسين أخويا ذبحينا الله الله سوينا بالسيوف مقطع له وعلى باب الرمح راسه يا الزكية رافعينا والخيول الأعوجية جسم أخويا مرقضينا الله الله سوينا بالسيوف مقطعينا ويلي قاعدين فوق الصدور